وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هاد الكراغي لا حلفوا حلفه وحده، يا يحمقونا يا يسطيونا يا غادي يقتلونا غير بالضحك، وكياكدوا لينا نهار بعد نهار ان في بلاص العقل عندهم شي حاجه اخرى حاشا القدر ديالكم. ولكن هادي راه بزاف، هذا راه النيفو طلعوه لواحد الدرجه راه ما يمكنش. باش خرج جزائري يا شابة وتقول لك السلام عليكم وعليكم السلام انا عندي ثلاثه الوليدات، ايه لالا بصحتك وراحتك كرباهم فرحان بهم، لا ما عندهمش الاب ديالهم. كيفاش ما عندهمش الاب؟ ولاتيهم غير في الزنقه، ولاد الزنقه. ايوا شتي انت ضيعتي هاد الوليدات. لا ما ولاتش في الزنقه، ولاتهم بلا اب. اي عرفناهم بلا اب، يعني كنتي كديري علاقات غير شرعيه في الزنقه. لا بلا اب عاد ولدت. لا ما تحمقينيش، كيفاش عاد ولدت؟ ايه ولدت بدون اب، عاد حملت. لا لا يا بنتي راه الحوت في البحر وما كاينش عاد هبط. واش الحوت اللي عاد كيبيض؟ راه كاين شي حاجه تما. كيفاش عاد ولدت؟ ايه ضروري خص شي حاجه. هو اذا هدا هما ولاد الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الخبث والخبائج. يا رب لا تحاسبنا بما فعله السفهاء منا، يا رب لا تحاسبنا بما فعله السفهاء منا. حتى من الله سبحانه وتعالى جل جلاله ما قلتوش بالاكاذيب ديالكم وبالتزوير ديالكم وبالبهتان ديالكم. انت جايبه ثلاثه الحشارف لوالديك وتخرجي تكذبي على الله سبحانه وتعالى. وصلتوا لهذ الدرجه هذه من الحماق، من الهبال، من الحظيره الكبرى، وصلتوا لهذا النيفو هذا. الا انا وقع لي بحال مريم العذراء. الا ما تحمقوناش اصاحبي، مريم العذراء وقع لها داك الشيء في ايام البركه، دابا راه طارت البركه. وقعت لها مره واحده، وقعت ثلاثه المرات. لا تحملتي بالاول، بالثاني، بالثالث، بواك ما هضر، خوتك ما ذبحوك، ما كاين حتى حاجه. تقيلوا فرعين راسنا عاب النيف، احنا عندنا النيف، احنا لي زالجيريان عندنا النيف. جايبه ثلاثه الحشارف عاد ولدت عاد حملت. فنشوفوا الفيديو، بغيتكم تضربوا ليا لا تحت عينيها. السيده موالفه بالصيره وموالفه بالشيشه ومول... شو الحاله ديالها غادي تعطيكم الاخبار. عاد حملت. نجاوبك على هذا السؤال باسكو ملي حطيت لا فيديو واللي قلت فيها راني سيليباتير، راهم بزاف الناس يسقسوا فيا يقولوا لي ما تزوجتيش من جبتيهم هذوك الاولاد، هذوك الاولاد ولادي انا امهم. دوك نحكي لكم حكايتي، امنوني ولا لا لا راكم حرين. انا كنت ما نخرجش من دار ماما، كنت نشوف حتى واحد ميت، حتى واحد. صرا لي كيما ماغي لا فيرج مريم العذراء اسمها هذوك. انا كنت نطيح اونسانت حتى 6 شهور ولا 7 شهور باش كلشي تخرج ونفيق بروحي بلي راني اونسانت. وجاو هكا هذوك الاولاد، ماشي تاع راجل، هذوك الاولاد ولاد ربي. امنوني ولا لا لا راكم حرين. انا جوزي اكسبليكي. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اعوذ بالله، اعوذ بالله. اول مره في التاريخ كنسمعها قالت لك تدرت 6 شهور ولا 7 شهور عاد عرفت راني حامله. انا كنعرف المراه الشهر الاول كتقول لك راه كاين، الشهر الاول كتغير الحاله ديالها، هذه شي دارت 6 شهور. الحاجه اللي خصكم تعرفوها هو ان في الجزائر هذا القرقوبي وهذا ليكستا وهذا العالم اللي كيدور عندنا هنا راه كيجي من الجزائر. كاينه معامل كيصايبوا فيها هذا التهربيق هذا، وبما انه كيتصنع تما، اذا راه اجود ما كاين في هذا العالم هذا غيكون كيتباع تما. راه هادشي علاش هاد الناس ديما مفرفرين، راه كيبلعوها هي صحيحه نيت. ولكن بقى فيا الحال صراحه، شوف كذب على جيرانك هالمره وكرامات كذب ارامات دور عاف جنابك، ولكن خلي المقدسات اصاحبي، المقدسات يبقاو بعاد على هاد الهبال ديالكم وهاد الحماق ديالكم وهاد الكلخ ديالكم اصاحبي. وانتوما سيدنا ادم وما قلتوش السلام عليكم وعليكم السلام. الجزائريين كانوا قبل سيدنا ادم. كيعاد دير دابا هذا تشرح له بان راه سيدنا ادم هو اول انسان وكيفاش وكيفاش. هادو اللي يقولوا بحال هاد الكلام هذا باقي معاهم الهضره، وتزيد تكملها وحده وتجملها. جايبه ثلاثه الحشارف مالكي عاد ولدت. كنت ناعسه تضرب 6 شهور 7 شهور لقيت راسي حامله كرشي تنفخش. هذه ما تخرجلاش من التليفون وتنفخها مزيان وريها الرجال على ايش قادين، حيت راه ما عندهاش رجال. كانوا رجال في الدار في الولد الاول وخلاو لها عركبه وحيدوا لها الكبار، ولكن ما كاينش الرجال. دارتها الاولى ودارتها الثانيه والثالثه وباقي عاد عاوده. وشي واحد يخلي لي في التعليقات واش عمرو سمع بحال هذا الهبال هذا. وكيف ما قلت لكم راه واخا هذا الشيء مضحك راه مبكي، بما ان هاد الناس تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وما بقاو يحترموا حتى شي واحد، حتى من المقدسات ولاو يكذبوا عليها. وكون غير دخلتي سوق راسك كذبتي على داركم دوزتيها وصافي سكتي، علاش خارج ندير فيديو ونزيد انايا نبين هذا الحماق وهذا الهبال هذا ونكذب على الله سبحانه وتعالى؟ فلا حول ولا قوه الا بالله. فالفيديو المفرح اليوم هو غادي نشوفوا واحد التقرير من قناه عربيه
المغرب يدخل نادي الكبار وغادي يبدا يصنع هنا في المغرب ويطور طائرات المسيره العسكريه. درون اخويا الدرون غادي تبقى طور هنا في المغرب بايادي مغربيه، خصوصا من المغرب شاف العمل اللي كتقوم به هاد الطائرات المسيره، غير ديك البركه اللي عندنا اللي جبنا من تركيا ومن الولايات المتحده الامريكيه، الخدمه اللي كدير في المنطقه العازله. اي واحد كيدخل المنطقه العازله الا وميمتو كتبكي عليه في الدار، لانه راه كيدخلوا شي وحدين عاوتاني تما كيديروا التنقيب على الدهب. فبمجرد انه كيدخل المنطقه العازله الرادار كيشدو ومهمش وكتبكي عليه في الدار. فخليكم مع هذا التقرير، نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. كشف الوزير المكلف إدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لودي ببدء بعض أنشطة تتصل بصناعات دفاعية بينها تصنيع مسيرات عسكرية، مؤكدا سعي المملكة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال. وأشار الوزير المغربي إلى أن استخدام طائرات مسيرة صغيرة من ضمن الوسائل المستعملة في مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية. للمزيد ينضم إلينا من الرباط الباحث السياسي عباس الوردي. أستاذ عباس مرحبا بك معنا في النافذة المغاربية. لو تضعنا في صورة برنامج تصنيع المسيرات ومتى سيرى النور برأيك؟ شكرا أخي الكريم على الاستضافة. بطبيعة الحال كما تعلمون فالأمن الداخلي للدول ومقترن بتطور التكنولوجي، وهذا التوجه الذي ارتضته المملكة المغربية هي مسألة مرتبطة بتنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية، وكذلك بطبيعة الحال الخلايا النائمة كداعش وغيرها التي أصبحت تنشط بكثرة على المستوى الإقليمي وكذلك القاري وخاصة في منطقة شمال إفريقيا. والآن هذا التوجه في إطار التصنيع في ثلاث إشارات أساسية. الإشارة الأولى هو أن المملكة المغربية تريد أن تلج نادي الكبار عبر استخدام هذا الآليات الجد متطورة والتي تتماشى والتطور التكنولوجيات الحديثة. النقطة الثانية هو أن للمملكة المغربية خبرة متراكمة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية وكذلك مراقبة الحدود من كل ما يمكن أن يمسها من شوائب يمكن أن تؤثر على الأمن الداخلي وحتى على المستوى الإقليمي. النقطة الثالثة هو أن المغرب يعتمد نهجة بطبيعة الحال عصرنة وكذلك تدبير الترسانة العسكرية على أساس يساير عفوا التطورات التي تعرفها المنظومة الدولية وخاصة في بابها التكنولوجي. كما تعلم أخي الكريم فالآن الجريمة العابرة للقارات وكذلك الهجرة غير النظامية أصبحت تنشط بكثرة على مستوى العالم الأزرق، وبالتالي فالمؤسسة العسكرية المغربية تؤكد على جاهزيتهم لأجل مواكبة هذه التطورات وكذلك التصنيع على مستوى أرض مغربية، لأن هناك مجموعة من البرامج التي تعنى بها الحكومة الحالية والتي على أساسها أخذت في ظل التوجهات الحديثة للمملكة المغربية على أن تصنع صناعات محلية ومن بينها الدرونات التي أصبحت تؤشر على رقابة للحدود وكذلك رقابة فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، خاصة على أن للمغرب شراكات في هذا الباب وخاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك البارز مع المملكة المغربية، وكذلك العلاقات المغربية الإسبانية التي بطبيعة الحال لا زالت تتراكم من خلال الخبرات التبادلية والتداولية بين البلدين في إطار إطراء النقاش حول البدائل الكفيلة. وبالتالي فالصناعة المغربية أصبحت تعول على هذا التطوير وكذلك بسواعد مغربية من أجل كذلك أن تواكب هذه التطورات كما قلت، وكذلك أن تساهم إلى جانب جميع الفرقاء الدوليين في القضاء على هذه الشوائب التي أصبحت بطبيعة الحال توجه أصبع بطبيعة الحال التكريس وكذلك التواجد خاصة بإفريقيا التي أصبحت تعيش على صفيح ساخن، وخاصة فيما يتعلق بنشاط هذه المجموعات خاصة الإرهابية وكذلك الجحافل العريضة من المهاجرين التي أصبحنا نرى. طيب أستاذ عباس هنا في هذه النقطة يعني خصوصا فيما يتعلق اسمح لي على المقاطعة، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة الهجرة غير الشرعية، هناك حدود طويلة للمغرب، وبالتالي إلى أي حد طائرات من دون طيار أو المسيرات هذه تثبت نجاعتها في المراقبة بشكل دقيق؟ أخي الكريم للمغرب أولا شراكة متينة في هذا الباب وخاصة مع الصين الشعبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل وغيرها من الشركاء الذين
أصبحوا يتبادلون الخبرات مع المملكة المغربية على أساس تعزيز الأمن القومي وكذلك القضاء على مثل هكذا شوائب أصبحت تؤثر على الأمن والسلم الدولي. بالفعل هناك حدود طويلة وعريضة، وهذا هو بيت القصيد، لأن التكنولوجيا يمكن أن توصلك إلى بطبيعة الحال كبح جماح هذه الحركات التي تنشط بكثرة على مستوى الحدود وكذلك على مستوى البؤر التوترية، على عكس الوسائل التقليدية التي لم تصبح مسهمة في بلورة استراتيجية ناجعة وناجحة تسعى إلى مواكبة الأدوار التي تقوم بها الأمم المتحدة على أساس ضمان استتباب السلم والأمن الدولي. وبالتالي فهذه الدرونات وهذه كذلك الوسائل المسيرة ومن دون والطائرات بدون طيار فعلا قد أثبتت نجاعتها على مستوى أكثر من دولة، وهو المغرب الآن أصبح يوفر أرضية خصبة ويشجع الكفاءة المغربية على أن تلج إلى نادي الكبار كما قلت قبل قليل، وتصنع بسواعد مغربية هذا النوع من الآليات الجد متطورة والتي تسير عبر برامج تكنولوجية، وهذا هو الأيسر والأسهل، وكذلك أن تمكن جميع الفرقاء المجاليين وكذلك الدول التي تربطها مع المملكة المغربية إما شركات ثنائية متعددة الأطراف من الوصول إلى المعلومة، لأن كما تعلم أخي الكريم فالمعلومة الإلكترونية هي أيسر وأسهل من الوسائل التقليدية التي بطبيعة الحال أثبتت عن عدم نجاعتها، في حين أن الوسائل الإلكترونية قد أثبتت عن نجاعتها في إطار محاربة المشاركة للهجرة غير النظامية وغيرها من الأمور. والحال نحن الآن نرى ما وقع بتركيا مع الأسف، وبطبيعة الحال كل الأمور بطبيعة الحال أصبحت تشير على أن هناك بطبيعة الحال خلايا نائمة تنشط في أكثر من دولة، وبالتالي فهذه الوسائل الإلكترونية ستسهم لا محالة في بطبيعة الحال شد عضد الدولي فيما بينها وتشبيك هذه العلاقات في إطار نظام معلوماتي، وكذلك يسهم في تعبئة الجميع من أجل القضاء على هذه المشاكل العويصة التي تهدد الحياة الإنسانية برمتها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالراي ديالكم، ناس مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.